بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالكمبيوتر Architecture and Organization اللي هو بناء وتنظيم الحاسب، وبنتكلم من الشابتر الرابع الخاص بالتكست بوك بتاع ويليام ستالينج، وبنتكلم على الميموري أو الكاش. طبعا في الكاش كان الشابتر بيتكلم على في الأول في الجزء الأولاني في المحاضرة الأولى كنا بنتكلم على الميموري هيراركي، شفنا الميموري هيراركي وشفنا أكتر من وسيلة للتخزين ابتداء من داخل البروسيسور وحتى للسكندري ستورج، اتكلمنا على ريجستر، شفنا كاش، شفنا الرام، وشفنا الهارد ديسك، وشفنا الديسكس المختلفة. حاليا بنتكلم على وذكرنا موضوع الكاش، وبسرعة كده نتكلم على الكاش، نلخص الكلمتين اللي قلناهم على الكاش. قلنا ان الكاش دي عبارة عن مساحة تخزين صغيرة من تكنولوجي سريعة في التخزين، ولان الكوست بتاعتها او الكوست بير بت عالية، الكوست بير بت عالية، فيهمك على الدوام ان تكون الكاش صغيرة، ولان الكاش سريعة فيهمك على الدوام ان الكاش يكون فيها معظم المعلومات اللي البروسيسور عاوزها، وبالتالي انت في تريد اوف يعني او كومبرومايز، يهمك ان الكاش تكبر ويهمك ان الكاش تصغر. يهمك ان الكاش تكبر عشان تحتوي على كل المعلومات لان التكنولوجي بتاع الاكسس تايم بتاعتها سريعة، ويهمك ان تقل لان الكوست بير بت عالية جدا. فايه الحل في الموضوع؟ اضطرينا نعمل الميموري هيراركي المختلف. طيب ايه الحل بقى داخل الكاش؟ يا ترى الكاش هتبقى شكلها ازاي؟ نتيجة ان الكاش مش قد الرام، ولان المعلومات بتاعت البروسيسور على الدوام موجودة في الرام، وبالتالي انت محتاج ان كل ما تيجي تاكسس الرام تاكسس الكاش عوضا عن الرام، ولان الرام مساحتها صغيرة فانت محتاج تكنيكس مختلفة او محتاج مابنج مختلفة، بحيث ان كل او بشكل كبير كل معظم الاكسس اللي طالع من البروسيسور عشان يجيب معلومة على الدوام يلاقيها جوه الكاش. الحاجة التانية قلنا ان الكاش بتاعتنا موجودة بين المين ميموري وبين البروسيسور، وفي بعض الاحيان لوكيتد داخل البروسيسور او على سينجل موديول. ده البروسيسور بتاع حضرتك، ده المين ميموري، وبينهم الكاش. حضرتك عارف ان الميموري والكاش بيتم النقل عن طريق البلوك، والبلوك ده مجموعة وورد، وبين الكاش والبروسيسور بيتم النقل عن طريق الوورد، الوورد ترانسفير. زي ما انت شايف مساحة الكاش اصغر من مساحة الرام. طيب يا ترى لما تيجي تتكلم على الديزاين بتاع الكاش، يعني في شوية عوامل او شوية فروق او شوية كاركترستيكس او فيتشرز بتصمم كاش او بتفرق كاش عن كاش، اللي هو الكاش ديزاين بارامتر. لما تيجي تبص على الكاش ديزاين بارامتر هتلاقي فيه الكاش ادرس، يا اما الادرس ده لوجيكال او فيزيكال، وهنعرف يعني ايه لوجيكال او فيزيكال دلوقتي، وكمان الكاش سايز هيبقى حجم الكاش بتاع حضرتك قد ايه، وايه العوامل اللي بتفرق معاك في تحديد السايز بتاع الكاش. ثم هنتكلم على المابنج فانكشن اللي هو محاوله بشكل ما، لان الرام مساحتها اكبر من مساحه الكاش، فعلى الدوام في اجزاء من الرام موجوده في الكاش وفي حاجات مش موجوده، وبالتالي المابنج دي هتحصل ازاي؟ يعني البلوكس بتاعه الرام موجوده في اي لاين في الكاش، ده هيتم عن طريق الدايركت والاسوشيتيف والسيت اسوشيتيف، ثم الريبليسمنت الجوريثمس وباقي الشابتر. لكن ان شاء الله بشكل كبير هنحاول نخلص الجزء ده النهارده، اللي هو الكاش ادرس، الكاش سايز، المابنج فانكشن، وهناخد بس مين؟ هناخد الدايركت. الكاش ادرس طبعا في 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 اتنين تكنيك مهمين جدا، في الكاش وفي الفيرتشوال ميموري. الفيرتشوال ميموري، الفيرتشوال ميموري ان انت بتمكن البروسيسور بتاع حضرتك ان بيتخاطب مع لوجيكال ادرس بغض النظر عن الفيزيكال ادرس المتاح، بغض النظر عن الفيزيكال ادرس المتاح، وبالتالي البروسيسور بيجنريت لوجيكال ادرس او فيرتشوال ادرس، ويبدا وحده موجوده داخل الميموري اسمها ميموري مانجمنت يونت. دي دايره موجوده في الانترفيس بتاع الميموري او مع البروسيسور اسمها الميموري مانجمنت يونت، دي اللي بترانسليت الفيرتشوال ادرس انتو فيزيكال ادرس. باختصار يا جماعه، الفيرتشوال ادرس ده انا ما ينفعش اخده واروح بيه ادور في الميموري على معلومه انا عاوزها، لكن الفيزيكال ادرس ده عنوان فعلي، يعني لو اخدت العنوان وطلعت تدور في الميموري هتلاقي العنوان ده. فالبروسيسور بيجنريت فيرتشوال ادرس، بعد ما يجنريت الفيرتشوال ادرس تبدا الام ام يو تاخد الفيرتشوال ادرس تحوله للفيزيكال. قلنا الفيزيكال ده هو العنوان الفعلي.
فكده بناء على الكاش ادرس اللي انت بتتكلم عليه سواء كان فيرتشوال او كان فيزيكال هيبقى عندك نوعين من الكاش او وضع الكاش هيبقى فيه اللوكيشن بتاعك هيبقى فيه لوجيكال كاش وفي فيزيكال وفي فيزيكال. من الكلام ده منين؟ تعالى اوري لك الشكل العام. هيبقى ده الشكل الموجود مع حضرتك، يا اما الكاش ان بتوين ما بين البروسيسور والام ام يو، يا اما الكاش ان بتوين ما بين الام ام يو والمين ميموري. ده ديزاين وده ديزاين. الديزاين ده بيسمح للبروسيسور ان الماشين كود انستراكشن اللي طلع تحتوي على اللوجيكال ادرس وتبدا الكاش بتاعتك تتعامل مع اللوجيكال ادرس مباشر. وبالتالي عشان اكسس الكاش، لاحظ هنا، لازم اللوجيكال ادرس اللي موجود في البروسيسور، لان البروسيسور خلاص هيتعامل مع اللوجيكال ادرس، هيبدا اللوجيكال ادرس يدخل في الام ام يو الميموري مانجمنت يونت، وننتظر زمن التحويل من اللوجيكال ادرس الى الفيزيكال ادرس عشان اقدر اكسس معلومه فين؟ في الكاش. لكن هنا نفس الماشين انستراكشن اللوجيكال ادرس بتاعها اقدر اكسس بيها مين؟ اقدر اكسس بيها الكاش. وبالتالي الكاش بتديني معلومة أسرع من أن أنا أنتظر لحد الـ MMU ما يحول لي اللوجيكال أدرس إلى فيزيكال أدرس عشان أقدر أعمل أكسس لمين؟ أكسس للكاش. وبالتالي ده الديزاين الأنسب، أن أنا أحط الكاش بين البروسيسور وبين الـ MMU على أساس أن الكاش بقدر أكسسها مباشر عن طريق مين؟ عن طريق اللوجيكال أدرس. لكن هنا هنتظر لأن الكاش بتتعامل مع فيزيكال أدرس، واللي بيجيب لي الفيزيكال أدرس هو الـ MMU. طبعا كلنا عارفين دلوقتي الكاش اوبريشن بتشتغل ازاي. السي بي يو بتريكويست كونتنت اوف ميموري لوكيشن، البروسيسور محتاج عنوان او محتاج اكسس معلومه داخل مين؟ داخل الرام. يبدا لان الكاش الاكسس تايم بتاعها زيرو، فالبروسيسور بيروح ياكسس الكاش الاول ويدور على المعلومه. لو موجوده ده كده معناه ان الهيت ريشيو حصلت، ان الهيت موجوده، ان المعلومه موجوده. يقدر يجيب المعلومه منين؟ من الكاش، وبالتالي الاكسس تايم بتاعك بزيرو او ان السيستم بتاعك فصل. طب لو ما كانتش المعلومه موجوده في الكاش، وده وارد جدا، يبدا يروح، طبعا بيروح يدور في اللاين بتاعه الكاش، يبدا يروح يدور على المعلومه داخل البلوك، داخل اي بلوك داخل الميموري. لو لقاها، واكيد هيلاقيها، هيبدا يحمل البلوك ده داخل اللاين المناسب داخل الكاش. تمام كده؟ يبدا ياخد المعلومه ويستعملها ويدي نسخه لمين كمان؟ يدي نسخه للبروسيسور. خلاص كده؟ ويبدا الكاش انكلود تاج، يقدر يحط تاج او البصمه عشان يقول مين موجود معايا دلوقتي داخل اللاين. ليه يا جماعه؟ لان كل لاين داخل الكاش بيقدر يأساين في اللحظه الواحده بلوك، لكن هو ممكن ياخد مثلا وليكن 256 بلوك اون ديفرنت تايم، لكن في كل تايم او في وقت معين موجود بلوك واحد بس. وبالتالي لما تروح تاكسس معلومه وورد، والورد دي ما تلاقيهاش جوه البلوك اللي اوريدي موجود في الكاش، نبدأ نروح نجيب البلوك ده من الميموري ونشيل البلوك اللي موجود في الكاش ونحط البلوك ده موجود. طب عاوزين نقول بقى ان البلوك ده موجود، نقدر ايه؟ نعلم التاج او نحط التاج نمبر المناسب. نقدر نحط التاج نمبر المناسب. ده بالنسبة لي الكاش اوبريشن. زي ما اتكلمنا على الكاش ديزاين برامتر واتكلمنا على السايز، وقلنا ان يهمك ان السايز بتاع الكاش تكون صغيرة عشان الكوست بير بيت ما يكونش كبير، ويهمك كمان ان الكاش يكون كبير عشان معظم المعلومات اللي موجوده في الرام تكون موجوده داخل الكاش، وبالتالي انت في تريد اوف. ده بالنسبه للسايز. كمان معلومه تانية كمان بتحكم السايز، ان كل ما الكاش سايز كبرت كل ما السيرش بتاعك زاد عشان توصل لللاين المناسب والبلوك المناسب. وبالتالي كل ما الكاش كبرت كل ما التايم بتاع الاكسس هيزيد نسبيا عن الكاش الاصغر. كمان ان الافيلابل تشيب والبورد اريا المتاحه للكاش، الافيلابل تشيب والبورد اريا المتاحه عشان اقدر احط فيها الكاش سايز. ده بالنسبه للسايز. يبقى كل ما المور كاش بالنسبه للكوست، المور كاش از اكسبنسيف، وبالنسبه للسبيد كل ما تزود الكاش هتبقى انت دخلت كل ما السبيد زادت كل ما الكاش كانت اسرع لحد نقطه معينه. وفي نفس الوقت اللي تشيكين كاش فور داتا تيكس تايم، امتى يا جماعه؟ لما بزود الكاش عن حد معين. بعد كده بنتكلم على المابنج فانكشن. ده خلاص، ده قلنا ده الشكل العام بتاع الكاش. لو بنتكلم على المابنج فانكشن،
قلت لان انت عند حضرتك الكاش لاين بتاعتك اقل من الميموري بلوك. احنا قلنا وحدة الكاش عدنا بنتكلم مع لاين، وكأن كل لاين في المساحة يناظر مساحة بلوك، بس عدد البلوكس اللي موجودة داخل الرام اكبر بكتير من عدد اللاين اللي موجودة في الكاش، وبالتالي كل لاين ممكن يأسايند اكتر من كاش بس مش في الوقت الواحد. يعني مثلا ممكن يكون مثلا بلوك 3 و5 و9 يقدروا يتخزنهم داخل اللاين زيرو، لكن في اي وقت تفتح لاين زيرو هتلاقي فيه بلوك واحد فقط من الثلاثة. المثال الموجود معانا اللي هيوضح الموضوع بتاعنا ان انت عندك كاش 64 كيلو بايت، وعندك الكاش بلوك او الميموري بلوك عبارة عن 4 بايت. يبقى لو قسمت 64 كيلو على 4 يبقى انت بتتكلم في 16 كيلو، وال 16 كيلو 2 اس 14 يبقى انت عندك 2 اس 14 لاين، وكل لاين اقدر احط فيه 4 بايت اللي هم مين؟ اللي هم البلوك. وال 14 دول هيبقوا هم الادرس لما تحب تدور في ان ويتش لاين البلوك بتاعك موجود. يبقى انت عندك الكاش 64 كيلو، الكاش بلوك 4 بايت، يعني انت مقسم الرام بتاعتك كل 4 بايت او كل 4 وورد، حيث الوورد هنا بتاعتنا عبارة عن البايت، كل 4 بايت هيتقال عليهم بلوك. وبالتالي اذا كان حجم الكاش 64 كيلو بايت يبقى انا لو قسمتها على مساحة البلوك اللي هي الاربعة يديني 16 كيلو، 16 كيلو لاين، و16 كيلو لاين اللي هو عبارة عن 2 اس 14 لاين، وبالتالي تقدر تأدرس اللاين المختلف عن طريق 14 بت. الميموري بتاعتك 16 ميجا بايت متقسمة زي ما قلنا بلوكس، وكل بلوك عبارة عن 4، يبقى 16 على 4 يبقى انت بتتكلم في 4 ميجا بايت. 4 ميجا بايت يعني 2 اس 22، يبقى انت عندك 2 اس 22 بلوك، 2 اس 22 بلوك، يعني اقدر اكسس البلوك ب 22 بت. لكن لو انت بتتكلم على الميموري الكليه بتتكلم على 16 ميجا بايت، يبقى انت بتتكلم في 2 اس 24، يبقى انا اقدر ادرس الميموري دي عن طريق 24 بت. 24 بت خلاص كده. دلوقتي زي ما قلت الكاش بتاعتي عبارة عن 64 كيلو، الديتا بالترانسفير بين الميموري وبين الكاش عن طريق البلوكس، وكل بلوك عبارة عن 4 بايت. الكاش بتاعتي عبارة عن 2 اس 14 لاين، نتيجة ان انت قسمت ال 64 على 4 يديك 16 الف مكان اللي هو 2 اس 14، والمين ميموري عبارة عن 16 ميجا بايت، اقدر ادرس 16 ميجا ب 2 اس 4 في 2 اس 20 يبقى 24، يبقى 24 بيت ادرس. تمام كده يا جماعه. والمين ميموري بتاعتي اقدر اقول عليها كام بلوك؟ لو قسمت ال 16 ميجا على 4 يديك 4 ميجا بلوك، وكل بلوك عباره عن 4 بايت. طبعا الميزه بتاع الدايركت مابنج ان انت او السهوله بتاعته، دايركت مابنج معناه ان كل بلوك من المين ميموري بينزل في مكان واحد فقط في الكاش لاين بس. يعني من الاول خالص الديزاين بتاعي البلوك اللي رقمه كذا لابد ان يكون موجود في اللاين كذا، واللاين ده في وقت ما شايل بلوك وفي وقت تاني شايل بلوك تاني وهكذا، لكن البلوك معروف رقمه موجود في اللاين اللي معروف رقمه. ازاي الكلام ده هيحصل؟ ان وليكن الاي ده هو عبارة عن الكاش لاين نمبر، الكاش لاين نمبر، الجي ده البلوك نمبر موديولو ام، والام دي النمبر اوف لاينز ان ذا كاش، نمبر اوف لاين ان ذا كاش. يعني تعال نبسط الموضوع، هنفترض ان عندي مثلا 20، هنفترض ان عندي 20 بلوك هنا، 20 بلوك في الميموري، 20 بلوك، وهنفترض ان اللاين عباره عن 4، عندي 4 لاين داخل الكاش، 4 لاين داخل الكاش. هنقول ان انت عندك 20، احنا قلنا ده 20 وده 4، يبقى لما تيجي تبص تقول ايه بقى؟ البلوك رقم 0، 0 الموديول يعني ريماندر، 0 باقي اسم ال 0 على 4 حيث الام دي عرض اللاين، ف 0 موديوله 4
يديك زيرو، يبقى البلوك رقم زيرو نزل في اللاين رقم زيرو. طب واحد واحد موديوله أربعة يديني واحد، البلوك رقم واحد نزل في اللاين واحد، بلوك اتنين نزل في اتنين، بلوك تلاتة في لاين تلاتة، بلوك أربعة ينزل تاني أربعة موديوله أربعة بزيرو، أربعة باقي اسمة أربعة على أربعة يديك زيرو. وبالتالي البلوك زيرو وأربعة وتمانية واتناشر وستاشر هتلاقيهم assigned على اللاين زيرو، لكن لاين زيرو في الوقت الواحد أو في التايم في أي تايم هيكون شايل واحد منهم فقط. يبقى ده بيديني الاي عبارة عن الكاش لاين نمبر، والجي عبارة عن المين ميموري بلوك نمبر، والام النمبر اوف لاينز ان ذا كاش. الكلام ده عشان يوضح ممكن نبص على الجدول ده يا جماعة يكون افضل. الجدول ده انت كاش لاين كام؟ كاش لاين زيرو، المين ميموري بلوك البلوك رقم زيرو، والبلوك بلوك رقم زيرو في الكاش في اللاين زيرو، بلوك رقم واحد في لاين واحد، كل دي باقي القسمة. واحد يديك واحد، اتنين اتنين، ام ناقص واحد في ام ناقص واحد. طب بعد ده بقى اللي هو الام هيبقى هنا، وهنا ام زائد واحد، ام زائد اتنين، وهكذا. اتنين ام هنا، اتنين ام زائد واحد هنا، وهكذا لحد الاخر. طبعا دلوقتي انت عندك الكاش لاين زيرو دول مش موجودين كلهم في نفس الوقت، لان انا مساحه اللاين او السايز بتاعت اللاين او الكباستي بتاعت اللاين هي الكباستي بتاعت البلوك. فانا ده كان بلوك يا جماعه، واحد اتنين تلاته وهكذا. اوكي، داخل اللاين الواحد في اي تايم موجود واحد من دول. لما البروسيسور يجي اكسس وورد معينه يروح يدور على البلوك، هل البلوك ده موجود من خلال التاج؟ هل البلوك ده موجود؟ اه موجود، البلوك ام، ياخد منه الورد. طب ما كانش موجود واللي موجود زيرو، يوم رايح شايل الزيرو وجايب الام من الميموري حاططها هنا ويبدا يطلع الورد المناسبه. طيب الكلام ده يوضح يا جماعه اكتر من خلال الرسمه دي. طبعا احنا دي الميموري بتاعتي، عندي كام بلوك دلوقتي؟ عندي مثلا من بي 0 لحد بي ام ناقص 1 وليكن بي ام، ده بي ام بلوك، بي ام بلوك. هتلاقي البلوك الاولاني راح في اللاين الاولاني ال 0، البلوك الثاني في ال 1، البلوك الثالث وهكذا لحد بلوك بي ام ناقص 1 هينزل في اللاين ام ناقص 1. تمام، بعد كده بقى البلوك رقم ام ينزل هنا كمان، البلوك رقم يبقى ده مكانه مخصص ليه يعني، وهكذا لحد الاخر. The next M blocks of main memory map into the cache in the same fashion. That is, البلوك BM هينزل عند اللاين L0، البلوك BM زائد واحد ينزل عند لاين L1 and so on. المثال تاني بقى بشيء من التفصيل، اتفقنا ان انا عندي الميموري بتاعتي عبارة عن 16 ميجا بايت، بقدر ادرس الميموري دي عن طريق 24 بت، الادرس باس بتاعي 24 بت، البلوك داخل الميموري عبارة عن 4 بايت، عدد البلوكس اللي موجودين عبارة عن مساحة الميموري على 4، ف16 ميجا بايت على 4 يديني 4 ميجا بلوك، 4 ميجا بلوك. تمام، وقلت انا بجيب الكاش لاين نمبر عبارة عن المين ميموري بلوك نمبر موديولو ام، والام ده النمبر اوف لاين. قلت بالنسبة لي الكاش عبارة عن 64 كيلو بايت، الكاش عبارة عن 64 كيلو بايت، يعني أقدر أدرسها عن طريق 64 كيلو بايت، كل لاين فيها واخد 4 بايت، يبقى أنا بتكلم على 16 كيلو من اللاين، 16 كيلو من اللاين. وبالتالي أقدر أكسس اللاين إن هي ويتش لاين، يبقى انا اقدر اكسس الكلام ده عن طريق 14 بت، عن طريق 14 بت. ده اتفقنا، دي المين ميموري زي ما انت شايف، كل وورد، الوورد بالنسبه لي هنا عباره عن البايت، كل 4 وورد من دبليو وورد 0 وورد 1 2 3 دول كلهم عباره عن بلوك، بلوك بي 0، واي 4 عباره عن بلوك. البلوك بي جي عبارة عن دبلو وورد 4 جي، 4 جي بلس 1، 4 جي بلس 2، 4 جي بلس 3، دول عبارة عن البلوك بي جي. طبعا احنا اتفقنا المين ميموري بتاعتي عبارة عن 16 ميجا بايت، عبارة عن 16 ميجا،
وبالتالي اقدر اكسسها عن طريق 24 24 لاين. لما تيجي تبص على الميموري ادرس اللي موجود ده، الميموري ادرس ده عباره عن وورد اللي هي دبليو اللي هي ويتش وورد، وطبعا لما تروح تاكسس الوورد، الوورد انت بتتكلم في كام وورد داخل البلوك؟ 4. يعني الوورد لو عباره عن 2 بت، الدبليو عباره عن 2 بت، اقدر اختار بيها واحد من 4، واحد من 4 بايت. يعني مثلا الصفرين يناظروا دول، 01 يناظروا ده، 02 عفوا صفرين، 10 01 11 يديني البايت الاولاني او الثاني او الثالث او الرابع. طب ده داخل البلوك. طب مين هيجيب لك البلوك المناسب؟ مين هيجيب لك البلوك المناسب؟ بنتكلم في 22 بت، 22 بت اللي هم عباره عن الاس بت، اللي هو مجموع ده مع مجموع ده، مجموع ده مع مجموع ده، وبالتالي الادرس بتاع حضرتك عباره عن اس زائد دبليو. اس زائد دبليو باجي هنا تتقسم لاس ودبليو. اس ده يديك مين؟ اس يديك النمبر اوف بلوك. اس ده عباره يا جماعه عن كام؟ عباره عن 22 بت. 22 بت يقدروا ياكسسهم اماكن 2 أس 22، و 2 أس 22 عبارة عن 4 ميجا، 4 ميجا يا جماعة، 4 ميجا بلوك. هويتش بلوك من دول بقى ان هويتش بلوك according to ال 22 بيتا او ال 22 بيت بتوع مين؟ بتوع الاس. لو اخترت البلوك المناظر، البلوك المناسب اللي هو مثلا بي جي، لما تيجي تختار بقى قدامك تختار من 4 اختيارات من الوورد، وبالتالي ده هيبقى عبارة عن مين؟ عن الدبلو. يبقى الدبلو عبارة عن 2 بت والاس عبارة عن 22. نكتبها كمان عشان ما ننساهاش، خلاص نكتبها عشان ما ننساهاش. الوورد بتاعتي عبارة عن 2 بت والاس عبارة عن 22 بت، يبقى المجموع 24. بيمكنوك من الاول 22 بت هيختاروا لك البلوك المناسب من 2 أس 22، ثم داخل البلوك محتاج الوورد المناسب عن طريق مين؟ عن طريق 2 بت. بس معلومة مهمة جدا الاول نسترجعها عشان نرجع نتكلم على الموضوع بتاعنا. حضرتك الوقت قلت لي في الكاش لاين زيرو موجود اكتر من بلوك، واحد من دول بس اللي موجود في اي لحظة، وبناء على المعلومة اللي انت عاوزها هيبقى مثلا بلوك زيرو، بلوك ام، بلوك 2 ام، بلوك 2 اس اس ناقص ام، وهكذا هو اللي موجود. طيب يا ترى انا عندي كام بلوك او اللاين يقدر ادور على كام بلوك جواه؟ هو طبعا هو في بلوك واحد بس which one. اوكي، العدد ده اللي ممكن الاقيه او الاسايند على الكاش لاين زيرو، العدد ده كام؟ والعدد الاسايند داخل اللاين واحد ده كام؟ والعدد ده كام؟ العدد ده اقدر اجيبه منين؟ انت قايل لي ان الكاش بتاع حضرتك 64 كيلو والميموري 16 ميجا، والمفترض ان بشكل ما مجموعة من البلوكس اسايند لكل لاين، بس بلوك واحد بس اللي موجود في اي لحظة. وبالتالي لما تروح تدور على معلومة داخل معلومة الأول وورد، هروح أدور على البلوك بتاعها موجود ولا مش موجود في اللاين. إن كان موجود أوكي، ما كانش موجود هشيل البلوك ده وأحط البلوك التاني، أو أحط البلوك ده أو الأخر. وبالتالي الميمور بتاع حضرتك 16 ميجا لو قسمتها على 64 كيلو بتوع الكاش، يعني أنت بتتكلم في 64 ميجا، المفروض يتعمل لهم مابنج على 64 كيلو. 16 ميجا بايت على 64 كيلو يديني 256. يبقى انت النهاردة داخل كل لاين assigned 256 بلوك، واحد بس فيهم اللي موجود في اللحظة. اوكي، 256. ال 256 دول بقى لو انت حددت اللاين، انا محتاج احدد يا ترى مين من ال 256 موجود، مين من ال 256 بلوك موجودين. وبالتالي ال 256 دول بالنسبة لنا اسمهم ايه يا جماعة؟ اسمهم التاج نمبر. هيبقى الوقت عند حضرتك بقى الاس بتاعت حضرتك دي الورد اللي هي الاثنين، والاس بتاعتك هتتقسم جزئين، جزء اسمه ار والجزء الثاني اسمه اس ناقص ار. ايه الار ده؟ الار ده اللاين. انت عارف ان الكاش مرتبه الى مجموعه من اللاينز، زي ما قلنا في الاول الكاش مرتبه الى مجموعه من اللاين، وكمان احنا اتفقنا ان انت كان عندك 64 كيلو بايت كاش. 64 كيلو لما اقسم على 4، ليه بقسم على 4؟ لان كل لاين شايل بلوك، والبلوك عبارة عن 4 بايت، يبقى 64 على 4 يديني 16 كيلو. 16 كيلو عبارة عن 16 كيلو لاين، 16 كيلو لاين ب 2 أس 14 بت. يبقى الار بتاعتي بكام يا جماعة؟ الار بتاعتي ب 4، نكتب ال 4. يبقى الار بتاعتي 2 أس 16، نأسف احنا قلنا 64 كيلو والبلوك ب 4، يبقى 64 على 4 بيديني 16. ال 16
كيلو مكان عبارة عن 2 أس 4 في 2 أس 10، يبقى أنا بتكلم على 14 بت. طب إذا كنت داخل أنا بكام؟ ب24 بت، داخل ب24 بت. ال 24 بت الموجودين قدام حضرتك دول، تمام كده، عبارة عن 2 و14 ب16، لسه باقي 8، هما ال 8 دول. ال 8 دول بقى يا جماعة بتوع مين؟ بتوع التاج. ال 8 دول بتوع التاج. تعالى بقى بسرعة أقول لك إيه اللي حصل. إيه اللي حصل دلوقتي؟ من هنا خلاص ده عبارة عن الإس هيديني البلوك المتاح داخل الميموري، والاتنين تديك الوورد. إمتى الكلام ده؟ والإل دي اللاين، بعمل سيرش داخل اللاين المختلفة، أوكي؟ بس الكلام ده إمتى؟ الكلام لو كان التاج موجود. يعني إيه التاج؟ يعني حضرتك وأنت بتدور يا ترى مين assigned داخل، مين assigned داخل اللاين؟ يا ترى which one of 256؟ خلاص هاخد الاس ماينس ار بتاع الميموري ادرس واروح اقارنه مع الاس ماينس ار. ان قارنت الكلام ده وحصل كومبير، حصل ماتش، يبقى هيت ان كاش. هيت ان كاش معناه ان اللي انت عاوزه موجود في الكاش، الادرس اللي البروسيسور كاريته موجود في الكاش، فكان ده لوجيك 1. لوجيك 1 يتضرب في 1، يعني 1 يتضرب في 2 يديك 2. خلاص دي 2 كده انت عرفت دول 2 بت، انا اسف، دي لا دبليو. الدبليو دي اللي بتاكسس بيها هويتش بايت من الأربعة اللي داخل البلوك، اللي داخل اللاين اللي موجود الوقت حاليا. والأربعتاشر دول هيدوك مين؟ هيدوك رقم اللاين المناسب داخل الكاش. طيب لو اتفقنا بقى ان وانت بتدور في التاجز ملقتش، وانت بتدور داخل التاج يعني الاس ماينس ار في الجزء بتاع التاج اللي في الميموري ادرس، الاتنين ما سووش بعض، اوكي، يعني التاج ده مش موجود. البلوك وانت بتدور في اللاين، اللاين احنا اتفقنا فيه اكتر من بلوك، هنفترض البلوك الحالي ما هوش هو البلوك اللي انت بتدور عليه، هيبقى الناتج بتاعك ايه؟ الناتج بتاعك زيرو. زيرو معناه نو ماتش، وبالتالي ده مش هيشتغل. زيرو بقى اللي انت جايبه ده، زيرو معناه اف ماتش، هنا عكس ده، زيرو اف ماتش، واحد بقى اف نو ماتش، يبقى ده واحد. واحد ده معناه دلوقتي حاليا ان انا المعلومه مش موجوده في الكاش، هطلع بيها وتتضرب في ملتبلاير مع ال 24 بت دول. ال 24 بت دول يروحوا يعملوا ايه يا جماعه؟ يروح يحددوا لي ال 22 بت، تحدد لي ويتش بلوك داخل الرام وويتش وورد داخل البلوك، اوكي يا جماعه. هو ده بالنسبه لي عشان اقدر اوصل لمين، اوصل للمعلومه. يبقى الموضوع ببساطه ده الجزء بتاع الادرسنج بتاع الميموري، ثم داخل او الانترفيس بتاع الكاش ال 24 بت مقسمين الى 2 بت بسيرش بيهم على وورد، 14 بت بسيرش بيهم على اللاين. داخل اللاين يا ترى من 256 بلوك ويتش وان؟ لو لقيت البلوك اللي انت بتدور عليه بمقارنة التاج اللي هو 8 بت، بمقارنة كل التاجز اللي موجودة في اللاين ده بالتاج اللي موجود على اللاين المناسب هقارنه، لو طلعوا متناظرين معناه ان الهيت حصلت او اللي انت عاوزه موجود في الكاش ده، هاي اكسس الاثنين بت بتوع الوورد يخليك تدور على which one بايت اللي انت عاوزه داخل البلوك اللي رصايد في الميموري اللي عنوانها مين، اللي عنوانها ار. لو ما حصلش الكلام ده معناه ان المعلومه بتاعتك مش موجوده في الكاش وموجوده في الرام، واقدر اروح بالمالتبلاير ومكن ال 24 بت اني اكسسوا لي البلوك المناسب، وداخل البلوك اكسسوا لي الوورد المناسبه. مشكلة الدايركت ادريسنج في الكاش، المشكلة بتاعته او الدايركت مابينج مشكلته، ان هنفترض ان انت في الكاش لاين ده، الكاش لاين زيرو موجود ايه يا جماعة؟ موجود بلوك زيرو وبلوك ام، صح؟ هنفترض ان البروسيسور كل شوية عاوز بايت من البلوك زيرو ثم عاوز بايت من البلوك ام. طبعا انت عارف ان زيرو ام طول العمر ملهمش مكان الا في الكاش لاين ده، يعني يا اما زيرو موجود يا اما ام يا اما 2 ام، لكن ام ما تنفعش تيجي هنا، وبالتالي انت بتطلب بايت من زيرو، يبقى زيرو اللي موجود، اوكي. لو طلبت بايت تاني من الام هقوم شايل الزيرو واروح اجيب من الميموري وارجع تاني احط نسخه هنا. بعد كده طلبت من الزيرو هشيل الام واحط البلوك زيرو، طلبت من الام وهكذا. فكل شويه انت ما عندكش الا مكان واحد بس، يا اما بياخد الزيرو يا اما بياخد الام، فانا بشيل بلوك واستعمل التاني، يجي البروسيسور يطلب اشيل التاني واحط الاولاني وهكذا، وبالتالي ده بيزود لي او بيقلل نسبه الهيت ريشيو، بيقلل نسبه الهيت ريشيو، لان انت على الدوام مخصص البلوك الفلاني لازما يرسايد في المكان ده، لازما يرسايد المكان ده، يعني 2 ام على الدوام موجود في لاين 0، مش مره الاقيه هنا او مره الاقيه هنا.
اوكي يا جماعه، دي مشكله الدايركت مابينج. هنكتفي بهذا القدر، واسف للاطاله، واتمنى ان تكون محاضره ممتعه لحضراتكم، ونلقاكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.